بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب وقل احدني يا أفراد كم من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب تحريم استعمال آن إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. وباب هي إن حرام نمتك إن حرام استعمالك لا استعماله ولا شدهبك هي فضة وقلنك أو تقانان في الأكل حق عنتانك والشرب حق عبتانك هي والطهارة حق ويسقاتك إيه كقبيس قباء إيه وسائر وجوه الاستعمال يقابك كلا دون الله استعمال فضة أنت وإن الله أبقالي وحي أمرك أنك أهين فضة يذهب كوحي مركا حرشة ضماريت أنك أهين فضة من حقة وإنه قارد نوحي لك سور ريبة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبو حرى الذي أحدك يشرب كعبية في آنية الفضة فضة ويلشي ذو كعبية إنما يجرجر وحو رغرقاتنا يا أما وكقرج قرج حسين يا في بطنه بقزية لونتيسة نار جهنم جهنم النار تذ متفق عليه. وفي رواية لمسلم رواية مسلم حاكي مت أن الذي يأكل متك كعونية أو يشرب كعبية في آنية الفضة والذهب ذهب كأي فضل ويرشود إنما يجرجر في بطنه نار جهنم جهنم النار تذ وقرقرنا يا وكشنقرنا يا بالله marka maadaama waxa saxaraanta uu isticmaalay naar uu kasbanayo naartu qudhigeedii inuu la qayo oo dhunjinayo ayaa laga soo qaaday taana waxay ku tusaysaa waciidka noocaas wuxuu ka iman kara kabiira min al-kaba'ir oo lagu dhacay. waan Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu qaal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam nahana wuxuu naga reebay ayn hariri ay aan lubsi al-harir harirta in la xidho يودي باج حرير تتيذا أذق أمج الإحسان على اختلاف الروايات ويشرب عبد لغو عبو في آنية الذهب والفضة فضة إيا الذهب كويلش وذمح لغو عبنا نبغ وانقع شئن علي وانقع ريبي. وقال وحونا نبغ المركو هوشا كهد لهي هن فضة إيا الذهب وحكو عبدو دي استعمال كوذو لهم للكفار قال ذا إيا استعمال في الدنيا الدنيا ذا وهي فضضية ولا شيء ولا استعمال لكم إذن كإذا أنت مسلمين في الآخرة آخر آخر إله إذنكم ولا إذن كان يقدونا إذن كأبا المرين دونا لكن أدونك وإذن كان ممنوع وإذن كان ريبي ورقن قالوا كبير بيكينان وإسراف بدن باكتيرة إسغط قادي إسلوين باكتير يا الدنيا تعايل مرك إذن كو إسكال لحظة آخر نما النصيب كلهم باكل لحظة إذن باكل لحنين. وفي رواية في الصحيحين رواية صحيحة كتمت وحا كتشرت عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب عن مغلو يقول له لا تلبسوا حرن الحرير حريرة يان لحرن ولا الديباج وعطف خاص على عام حريرة قدب لنا الديباج كنا ونوع أما تشات كمد حرير توي ولا تشربها كعبنا في آنية الذهب والفضة في ضد يذهب كويل شيء سحها كعبنا ولا تأكل وكعبنا سدوا كله في صحافه في صحافها حيرون كودي صحاف هو جمع صحيفة وحيرة أما صحن كوين رمجالك صحن كوين رميجا مركا حيرة اللي ده هذا مركا ويل شوردن ما عونها كده قالنا كويل وقعدن توح لو كرسدوا كويل لو عرو كويل لو عبو رقم كاس مسلمين الله ما قالوا أنا حاران حي له وتمييز بين الكفار والمسلمين إن لغا قنع صدايضو سيكالا واللو قليا هاي وحي مركا حدا شيء دمر أيضو أي حدان ودركا ديكتان واللو قليا لكن ويلا هاين لو استعماله أما قريها لغو شرحضو أما لغو قرحيو أما ميلها لصوردو استعمالات كاسو دان لما أقولو إلا للضرورة. عن أنس بن سيرين رضي الله تعالى رحمة الله تعالى عليه قال كنت مع أنس بن مالك ومولي سيا أنس بن مالك بان لجوغ إلا حيلا به السيرين أنس بحريي رضي الله تعالى عنه عند نفر من المجوس حلو مركا سيدنا أنس وكأها النيسابور أما مال عراق مدى والي وكان نقضي مدير كوبا وأمير كان نقضي أي قليهاني أكتوغي
كنا وكنت وحانا مع أنس أنس بن لجري هدان أنس من سيرين هاي عند نفرين كوح أكتوضو من المجوس وقلية دفك عابداء قلية دفك عابداء أهل الدماء مركا أهو دي جزية لغا قادو مسلمين تقول حنو أسوغو لجوغ حلو والي أما أمير وقاها ميل تولا سيدنا أنس بن مالك أيان لجوغي فجيء وحال لكينو لليمد بفالوذجن بار لكينا فالوذج هو ووحن إذنك حلوذو كالآتر هذا شيء معانو لغسمي بضوضة قليدة أمقى مديدة ملب لغدرو درك لغدرو لما عانيو يو أمرك حلوذو كلا وعنت ذا كدب لعونا أما مقبلاتك لغهر مري راشينكو كلا فالوذج معناها سمعها اللوتشيد مرك الرواية كلو حديث كوليبا عديسي أنس ميشو تشوغ ابن سعد في الطبقات وكذلك ابن أبي شيبة في السنن في مصنف عن محمد بن سيرين وأنس ولالكي أنس بن سيرين ولالكي وننكي ساقاء قوم بضاين محمد أها أيا وريه وأنه كان عاملا بنيسابور أنس با عامل كأها نيسابور أنس بن مالك أيا كأها ننكا كينا مركا فالوذج كان وحو رواية عديسين وأها ديقان نين كمذا واسية أمد قيدة نبضونا قوليها المجوز تانين كمذا أيا هدية أهاني ماموس وناكسان أهان أو كيني أنس بن مالك مركب فجيء جائقة وحلك يعني اللي يمد وحوي إنك أديه قانك مسؤول كأه فجيء وحلك يعني بفالوذة جن وحلك يعني حلوة إسكدر وحمع معانا لك يعني على إناء من فضة والفضاء كتشرة فلم يأكل أنس موسى عنه وادي ذي فقيل له حلويري حوله فقيل له حلويري يا الغورنية ديه قانك رواية نساء رواية مسعديو ابن أبي شيبة في يعض عن محمد بن سيرين وحلول أنا صونك هذا حكودي دحكوس هذه يرتن إنسان الماء وأن أضيع ما كان مجوز تيد أضيع قط هاي أمير كقط هاي أضيع قد إن بضون كذوي ده كان نوع عاصن الله محمد يحوج ولا سوير كذا تأليف ولا سود ويا مد أصدق مارك الله ذو حال لي أنا صون الله هذا لي بل أظن مع معان كني ألابتن والكلوق من قصوش نقد الذهب كيف ضدي فقيل له حلوي ننك اللي من كياني حلوذة حوله كوريج والك كتر والك لكشب فحوله حكوريج كشبي على إناء وال ومن خلنج خلنج وويل وقيد قيد لقسم ويل الشوي قيلش قيدها إنه ولا شك قر إنه أي خلنج قال لي لا ماها ويلك مجيء سمع وقيد كل قسمي فحوله وحكوش كوريجي أو كبدلي حلوذي مع معانك أوذي على إناء ويلو من خلنج جيت كخلنج قال لقى السمية ولا قري وجيء به حلوذي بالله كان أنس مر لبعد فأكله وعنا رواه البيهقي بإسناد حسن بيهقي بسند حسن كوريجي الصواب كان سند كوا صحيح سند كوا صحيح حسن وكحك بدن ياي من طريق عبد الواحد بن زياد عن يونس بن أبي عبيد البصري عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بكور يا بيها قسنة كنين صحيح بحق بضن الخلنج والجفنة وحيرضة خلنج هو قيت مقعي حيرض ماها أصل أهان قيت كمقعي حيرضة لقى قريبا دلو جدوا دعي كرتا إن حيرضي بمقعي قات ما دام قيت كأنه ويلاش قيت كان كقو يعب يو معان كورا هذا هذي يو قيد كيوان قيد يعني يقولون ما نشجعنا ويل كنا مجع قولان نسنا ديل إيو ديل يهان إيو حنداه إن قبال إيو حيرة إيو وحاسن أورنينا قيده ما عدوان ريبينا المهم حيرة وين قيد كارلاج قريبة لجسوب بتلي محلو شاهد كشخو كان سدوا محي إنه سيدنا أنس ديدي مع الصحابة والتابعين ويلش في الضضة إن وحلو عنا أيسن بناني أما قال هكوك أنا أما مسلم هكوك أنا أذوق ما بنانه قاعدة هاي عند الشافعية المسلم يعامل غيره باعتقاده لا باعتقاد المعامل بمش يكون إيمانه روح مسلم كا هذو قال لا شقي سنة يهذو يهود لا شقي سنة يهذو مجوس يدب عبد يهذو تشينيس لا شقي سنة وحكوا رقم يا سوق هكوك أنا عسنا يا اعتقاد كيسة قال كان مركز ديقان كان مجوس يا سوق هو أركاي إن لا استعمال في الضوء يذهب كويل شوذو إنه برنانتاي صدرت بهدية قروح صن أو كاني أمير كيو وحهدييني لكن أنا سوح على قرب ما دام مسلم يهي أن يعامل باعتقاده لا باعتقاد غيره
دين كذا وحكوب بنية يبقوب بنان وحكار ريب يبقار ريبن هول كوتا لما أها عدة كلا وحي آمن سنته شيء هذود عدة هو كان يزاي كآمن سنته حاران هذا هو النحل كآمن سنته حلال بقى ورق ميس صدرت المالكية ذاك خلد ماي وإلى ذين وحتى وحلا فيرنا اعتقاد الغير ولا فيرنية والنفك الجيل هذا يسوق ورعاني قليا أنا آمن سين وحلال يا هاي ما حلال نقول ما هي لأن مسلم بعض المالكية وحنا يجي إنها باعتقادي الغير بالله فيرنا إياه هذا اعتقاد كان مسلم كوا قيمين لكن روحه كان هو اللي يجي الصواب هذا اعتقاد كان بالله فيرنا إياه كلي بمعنى الروح ملك استوجو مسلم كأم الدار قال هتشو أما ضل إسلام هتشو أما ملك جرم ويا هتشو وإن أسوق الدين كيسا أنقر رقمه وحول الباب في ضد الذهب كان الله يسكى إلى لي حد جذب كذا باب تحريم لبس الرجل ثوان مع مزعفرة وحيا بيرو رمك الضرائي وعطيه مركا إليك اللوب اللوب هذا إن ذهب لو حرو الكيه كلو دم بكو كو جيت هذا قشن الله هذه هذا برق قشن الله هذه هذه قال إن يمر لقين لا بكو أنفع واي ذهب كوا الله استعمالك أنا مركا سوكله إن الضرائي وعتم وين وحيا كلو دم وممنوع وحيا كلو دم با وممنوع في ضدنا وحي من فراتي مركز وكلا ويرم بطني ويرق واللوء قل ياي لكن وحي كهل ماله لو ممنوع باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا إن لبديه وشغل لغدك تواه لغنا ونكسني وحي باب تحريم لبس الرجل ننكو إنو حدينا حاران تهي ثوبا مرو زعفرا زعفرا لمري زعفرا قيولها دوار لغن دمريت مركز رق إيو دمركم إيه كالدونا دانا وكال الإحذان بلدونا إياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نهى النبي نبي قمت حكر يبي أن يتزعفر الرجل إنك إنه زعفران اسمريو وسيد سيد الضمر كي هرود يعصفر أسلاده متفق عليه وعن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما قال رأى النبي نبي حو أركي علي دو شيدة ثوبين لبمرو معصفرين عصفر عصفر لمري عصفر كما نوع زعفران كأون مذب كيسو كلاوي أسيقوا قد يسوينا والايد هذا فقال سبحانه وحيده أمك أمرتك بهذا ما هو يدابع كفرتين الصحرة طلبا مرو دارك الدمر كلا يعني دارك عصفر كلا دمر بالوية قانا ما هو يدابع كوسو حده يكو أمرتي بالوام حينين رقا ضوء دارك الدمر محاكو حري سبحانه وكعرو ذي وكعرو ذي حقاب كوسو اللبستي سيدنا عبد الله بن عم نعاس أمك مركز أسو النبي قمي فقو قاري عبارة النبي قد قنوا هاي الواقع ونبو استعمال ما دام وركان وقادن لا ياي رجس خاص كأي علم جحفديك أحاديث القرآن شري خواص والخواص تاع يا بخلط تحت هاجن نك غريب كويت دا وح لوجود القاتن أذيع حقوق قال كل وجود القادن مرك عبد الله عنان تقول عيسى علوس إنقاب كله عن الروح كله وحكم طي رج خواص تابو أها النبي كنت شأن ياي خالد كيس مرك الله مطل القاضن كرو عد كلا بها خالد أنتي ما أدري قام ما أنت واحد سميه وي مرك مهوية دوا كفرتي أنا قم أنا كفريني مهوية دوا كوش أكتيو نبي قاوش وقت كي عليه الصلاة والسلام أمك هوية دا ميا أمرت كفرتي بهذا أرك أنا أسقى قلت وحنا نبي الله بركو أركو درة ما سقنا أغسلهما مما يدا نبي الله مريهن لبعض مرة لقمص أمريكا ريه أنت بيجلي ما كرنا قام يضرب كأيوه وحنا ما قدرت شاء قال النبي حرب بال أحرقهما ما يجوب برضب كرد صدق ضب الضبيس أن جبي جوذب ضب كرد وفي رواية رواية حكوت ميت فقال حوري نبي مركو أوش كهله إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها ميت كان كذا مرض عصفر كي زعفران كي لمريي وأدرك قال هذا ويا قال الويا قانعي فلا تلبسها مرضا باحرني رواه مسلم رواية كل واحد كقولها هاي ورواية مسلم أبو داود سنن كأنه كم مرة ما المكذب بعنا بيقصون نقضي برا نور عادي أقبا مركز النبي يقول أدرك لبدي مرة مالين كأنت قبت ما حد قصون إيش حقيقة كبحين نبي الله ودك جبا ترين تان قبتي يعني إسلام تيجي وفرن دمنا إيش كبيس يروتي تنور كذي بأنكو رديب وحار حابا كده كوشي ده دريو كوكرس مريه وحابا على كده نبي حلا فلا كسوت بعض أهلك محدوك بتي معاد غير كده أسيوي ده هو إنك
حدا محاوده ويده فإنه لا بأس به للنساء مرض عصفر كي زعفران كالدمر كلهم الديدين رقان لو أقولين محاد قبلها أسين ويده صدر تيد أصوح وكفها من قب تاسي ضبق بثي وظاهر النص نبي نحكو ذي إصدافي أضوء أكتاد يسصمر مما يدا يعني استعمال مسيوة داوي نبي حود ربي قبي إذا بقينو سمرنا مسوء أكبرنا وعدك لأكوة ريتشيو قبوا معي مرضا ما أكتاد يسصمر أصنا ضبق بثي بو دبك بو قبل ثي وذا دوحليهم لبدا حديث وكالدوين لباقي سيكاليهين لباقي سوكالدوين ويمد قبتا قبيد قولي قدا اللوچو وواتا دنبي مركورانا لما مروا مدرجين بعصفور بوها مركاسو نبي يقول لبدا مرضا مرضا باحرن وارك قال هذا وادن بو كوار كسو واتنا تيو كالقبا مركا ومركا الامر هايو انو قبوا ولباقي سوكالدوين حافظك غيرك ايار رجحا المهم لبع إلا ماشون أقول جرتوا وحي درد مريضة بنان كلا جم مريا وحي درج على أخاس يقول لقوق يخو أي حدان عاد هو أنا بنان كلا جم مريا مسلمين طلبوا قال قال إن شبه سدوا كلام الدون إيو إن الدمر كودو إيو لبي الدقود أسكم المان حق قابل بسك إيو هو بقاضك باب النهي عن صمت عن صمت يوم إلى الليل باب النهي ريبد الله سكر باب عن صمت يوم ما له إلا عامصه إلى الليل هبينك إلى هبين لقى قاري رقم جاهلي بوها ديمين وهرين واقبي روح مركو ربينه سفي عن أصومه وإله سبحانه وتعالى يسودي به والدم بقى أوي يا ري وسوم الجري وكسوم الجري راشينك يا عبتانك إيه هذا الكبا شوق لهم هاي راشين معونه مع بهايو لبيه طمان كمان كنت يعد سوتش وده فوقنا أورن ما من حظي ولذلك وكي مريم أيتر أم عيسى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا مرك رقن هرو جاهلي بوها بعض الأديان تورنا يكون رقم مجرين شرعنا أين نسخ ذي أديد عن علي رضي الله تعالى عنه قال حفظتم عن رسول الله رسولك لو حان كقبتون كقيبي أنكحف ذي إنه يري لا يطمع أغاني ما مجرته بعد احتلام أنت اللي بيده لي كده ويلكو هدو بيده لما قبضوا أيدي جهشو أما علامات كل قوقان قاري تري لك قارو أغاني ما مجرته أغاني ما وعد ما طواه حدي لا يطمع أغاني ما مجرته بعد احتلام احتلام بالغت كده أنت اللي بالغي كده ولا صمات يوم ما الآن مسكين عبادة الدين ماها إلى الليل هبينك أنت اللي قاري لا أمسه رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي خطاب أبو سليمان وحويري في معالم السنة شرح أبو داود في تفسير الحديث حديث كان مكو شرح وحكيري كان من نسك الجاهلية تطك الإسلام ككهر عبادة وحاكمتها الصمات إن أفكر لشكل تشيو دبنها بأن لك لفرين خير يا شربة فنوه على قرب في الإسلام إسلام كقوده ساعة عن ذلك أرن كأسقى وأمروا وحال فرق بالذكر الله ينهي حسان حقنا أي صومان هدي أودان يوال حديثي بالخير خير إن لغو الشكيو لغوها الله حديث كامركا السنة كيس أبو دلو حسن عفو النو وحسن بويري لكن وذا دبدا بضعيف في سنة كيس العقيل في الضعفاء سنة كحديث كان وكه الله وحو ضعيفي كذلك عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام وكذلك المنذري في مختصر السنن أصنوا كضعي في سندك لكن حديثك طريق لبات بولاية هاي عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير والضياء المقدس في المختارة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وحكلوا لي الشواهد لباء من حديث جابر أيه من حديث حنظلة حديثك حنظلة سندك سوصوا بحسن با مدك جابرنا وحسن في الشواهد مرك حديثك واسوغن هاي سيد الراجحة وحامرك كجرة قاعد الأورنجري المعلق بمجموع أمرين لا يثبت بأحدهما حكم كهدي اللي قحره لا بس شيء اللي قحره متكوتك ما سوق ناضه وحلى الشيء قاسي وحب النايا هاي مرك اللي بدأ الرماد لهلو شيء وحاران إلى اللي بدأ لهلو المعلق بمجموع أمرين لا يثبت بأحدهما إذن يطمق إيو رشدو
قرآن كله قاب كرده وابطل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أقول كحول وحلو قدي بكرا oo lagu aamini kara oo hantidiisa lagu wareejin kara laba shardi marka la helo laba arimood koow waa inuu ka baxo agoonnimadkii uu baaligu u qaan gaaro wabtalu yatama xataa idaa balagu nikaaxa markay hana qaadan oo taabagalan oo guur gaaran oo baaluqan baa la yidhi fa in aanastu minhum rushdan maamul wanaagsan iyo lixjelo wanaagsan iyo maamul xagga xoolaha dad ka dareentaan xoolada u dhiibam idan xoolo dhiibidda waxaa lagu xiray laba shay baa lagu xiray qaangaadhnimo iyo farsamo wanaagsan oo xagga maamulka ah labada oon la helin agoon xoolihii lagu dhiibi maayo agoon xoolihii loo dhiibi maayo cidda haysan baa haynaysa xadiidku marka laakiin wuxuu ka hadlay laa yutma bacda ihtilaami agoonnimo maxay ku go'daa baaluqnimo ay ku go'daa laakiin agoon baaluqay ama nin baaluqo waxaa jira safiih ah oon rashiid ahayn oon maamul wanaagsanayn oo xoolihii aan loo dhiibaynin baaluqo afartan jira ama siddeetan jira ama toddobaatan jira ama konton jiro safiiha jira safaahada oo marka fasaadulmaal ah iyo nidaamku iyo way kala duwan xadiidku marku wuxuu ka hadlay hal juzo ah laa yutma bacda ihtilaam agoonnimo way hadhay laakiin xoolaada lagu dhiibi maayo ilaa aad noqoto رشيد راشد النقطة مركا المعلق بمجموع أمرين لا يثبت بأحد مساسا كونا لا بد من البلوغ ولا بد من الرشد مركا أقول حولي لو ديبي حديثكم أنه سغن يا عبار راجح وعن قيس بن أبي حازم التابعي الجليل قال حول الصحابي قال دخل أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق بأسوق قالي على امرأة هويني ومن أحمس qoyskii bajiye la oran jiray jilib ka dhashay wey jilib ka tirsan wey axmaskii ma aha xumsiga qureysheed ma aha min axmasa qoyskaa reer bajiyela yuqaalu laha lagu magacdhaba gabadhaasi zaynab alaxmusiya ay caan ku tahay fa ra'aaha sayidina abubakar baa arkay gabadhiyo laa tatakallama aan hadlaynin waxay u hadla weyday nadar bay haddoo ka horgashay fil jaahiliya islaam weyna way ahayd waxaa aada u dagaalamo isku dhacsanaa quraysh iyo qoyskooda dagaal ba'anbaa ka dhexeeyay fil qabl alislaam beytkii ilaahiy kacbadana kama maaranta carabi waa timaada iyagoo qurayshna col xiro xiray ahaayeen waagaasay ku nadartay ilaahay u haddaad mar un itusto annaga iyo quraysh oo nabad ah inaan kuu soomo oon xajiyo lug waliba ku xajiyo xaggana aan juuq dhihin anoo aamusan aan xajiyaad igu leedahay idan islaam baa ilaahay keenay reer bajeeli iyo reer axmas iyo quraysh waxay wada noqdeen muslimiin iyo walaalay noqdeen way soo xajida way timid nadarkii bay oofinaysaa way soo lugaysay iyadoon juuq dhihin dibnaha xidhatay abubakar sidiiq oo khaliif ah bay ku soo beegantay halkaasay ku soo beegatoon timid wafdigii marka sayidina abubakar baa soo maray markuu dadka fiirinayay markaasuu yidhi maxaad ahayd adugu islaantan maxay ahayd waa islaan hadlaynin baa leeyay oo juuq aan dhahaynin oo nadarkaas soo gashay hawshu sidaas wey fara'aa wuxuu arkay laa tatakallamu inaysan had ummadda kan ay hadlayso faqaala wuxuu yidhi maa lahaa maxaa helayo laa tatakallam aysan u hadlaynin maxaa dibnaha ka xiray qaaluu waxay dhaheen faqaaluu waxay dadkii la socday xajat musmitatan waxay soo xajida iyadoo aamusan aamus bay ku soo nadartay فقال لها وحكول تكلمي نا إلى يحس هذا البوري وردي أو هذا ومد الله هذا وحن عباده عباده كن قن ماي فإن هذا آمس إن لقول ندرو أم الله شرط أم عبادة لما ذو شوق ليلة خير كلا آمس لا يحل ما بنانه هذا من عمل الجاهلية عمل الجاهل رقم كجاهلي جاهل إسلام كهرتيل ورقم تريوي ولا عمل جاهلية في الإسلام عمل جاهلين الإسلام كأقوية سلام فتكلمت وي هذا الشيء رواه البخاري وحديث دير وقيبتن وكقص وقابسن النو هذا قيمة بطناء مركي حكم كأوسي وحيتي هذا قوي كما تاي وحول سيدنا أبو بكر الصديق امرأ من قريش
امرؤ من المهاجرين بول وانين مهاجرين تكمده مركز تيريم من اي المهاجرين مهاجرين وفربدين قيس والبيلة هايين مهاجرين راس كيت كتهاي رجل من قريش بان هاي بول من قريش مركز وحي تيري قريش ويبطن تاي هو سودك انا ابو بكر الصديق بول انا ابو بكر انك لسؤول وسؤال بدن تهاي هويني واحد رام بامس كوكس وحشدي وي اسلام ور بدن باتهاي وحول وحان هاي هي ابو بكر بانا مركاس سؤال مهم ويديس ها بيتر سؤال ما حنكو قد قضي يي ارين يقول تاغنيت برا انا كويدي لبكا قال لما كصهم برتي يوحي علاده ودحيسي يا نعبني ما ودحيسي قريشي رياح مصير هب جيل ويقتا وحيت شري عمل كان وناكسن إسلام نبدا وناكسن يدين كان وناكسن إن نبدا نهرسنا إن عدالة إن روب كان داء هاي إن إنتلاك بنوس يشرى هيا بج لأن النبي وابي حجابتي وشنا ما أنت أديك هاي نعمة إسلام كي وذا شر كان من نبدا يا أودا إن إنتلاك بنوس يشرى سا سؤال مهم جدا سيد أبو بكر سيد مبر بن وحور ما استقامت لكم أئمتكم انت الدولة دين ونظام كسياسي قائدين توسين يعني كتاب كرب قاعد كل رقم يسان أياد مسلمين هان يسان وتاريخان نسيج لدون تان ما استقامت لكم أئمتكم أبو بكر الصديق ما بربرين بوا أنت وقاعدة تاريخية ولد تبينن وسنة كونية ولد إسبدل السنة الكونية لا تتبدل ولا تتغير نظام كان الدون كان نظام قانوني اه او حكيم اه او محكم ومتقن ايو كل سنه قال لي ابو ريبا ودجي سنن كا كونيغا يو دوين كا كونيغا نينك مرون باقول يا قول كو غيرار نبضنا كو داق الدون كسيس كان تاليا نينك كل لحظه ولي ما شاء دعدن بوولي او لغميسن لوقتن اني ولب كو قاد وي هو يدي كل بكي غورسدا وا اديرك ان بيتغيس سيدنا عمر ملك واسنا دماني سؤالي لو يدي لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم باكسوا اسنا وحول أمة النبي محمد إنا يتوزنت أود لي ذاي ويمدي سنتاي ويقبل نبي عزا يكون شيء كزول ميسو أنت أتوسيهين ماذا حضوض يعلم ضدوجي ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم جمع هاد ولادنا جمع وال ما لاحظوا ذا التلس كاه نظام كسياسة وهيسية علوم ذا انت توسيهين ايونا واتوسنانية تابعين تو قاسم بن مخيمرة سعيد بن جبير قال له ويدي مسلمين تو حقير لوغ ايمان دونا هلاك هذه الأمة يأتي من علمائها بيلا عمدن شب كذا يا باب ايدو حكا ايمان دونا دنك علماء ديدا ركاين الفانتين بيلتا وذا ده مركو دعاء دا عمل كإسلامي قاية الحق الإسلامي كشقين ايا وين اود ابدا كبحيان انا يهاجاجيان نظام كسياسي قا مسلمين تون ايقا اطاليان دين يعبادان كدكتا وحو البوض قبطان كتابات آخر إذان جامعات دستان مناهجات قرطان كتبات قرطان وحو مدوغا خير بدن ثلاثة يدو قد قعنت كو قبطان قد كو قامسان قد كو ما موشان كتاب كالرب جاي خلاف ضوا محاي وسياسة الدنيا بالدين سياسة الدنيا بالدين كون كان يدوني دان يبرشدان رب أبو ري أو لغم ما ملو دين كإلهي أو لمريو وذيقه يدبضي النبي محمد يا صحابة قادة أيا لدوني أمد مرك يا دين كي تكون معمولي كرا نين أقون دين تأوله ورصد أنبياء كمدا كتاب كي يقانو سنة يقانو الله كعب سنية قل يا أخوان المسلمين كواقع يلاهدين إلى نظام كان نظام كان دولة ألا بدلو طواغيد عربيد يا عجم كراس تلقضات شو علم اللودي وحبنو هاقاقم مهاي ويهو قرلهاي لكن مركز يدالين تضبات انسان الرفان هايين ايجي بعض واقيدة كبيرة
كي داعيها كبيرو كدريبا قوليها وهابيه نفس الشيء نول ملكو دالو ارحتن برا يا باش لكن هذا قاتل الى نظام كاسلامي دين هاغاغو وحيدين توسى يمجرو يعني بين لدين شيء اصلاح الفرد اصلاح الفرد واتكو داليسان أسر يا شعب هلا صور للسوم سعيد وحلا جسها جاج شوق هلا هجاج وحبا إذين هجاج مهاي إلى وإذين هجاجو استيرين كنن كهيا وفي عناضه دوني داني وترين الله ولا سارية هلا جبوح بس وين ويسبوي ومتر ولا سارية نك شو كان تكفر ليا هذو كل جل بضة صبده كل جل مهاي أذوق حنقون واحد من المسافرين واحد من الركاب بسنجر كان ماشي سارون بعد فرد كتا أما غايل قبلها كودا جنب بابا كودا وبا كرسي وكفر يسمني وانا بالغو أركي بس جهنم أسرع إن كان حقيلي هاي يضغطنا لقى حدي هذو صورتنا في راح لقى هراتين وما ندخل مركز داشو أود حورتوت كرسي قاعد أفكر نقول بس كان حقي أسرع ذا جهنم إلى شوكان تتكتام ستيرين كوريتشيسان حرص عن معي معايا لبس بو اي قال كب وحان كلي قاو مسلم وضوضي كرتا هذا ضروا الكا بس اي مسلمين كب وحان كلي قاو مسلم وضوضي كرتا بس مشكل وقال يا مسلمين كب وحان ضروا الوضع كنقون كرتا لكن هي هذا هو مسلم قال هكو هو قام يقوص عن ميس حقا كل هذا هي نار بكل جهنم روى قضون وبلاش هاو شوينا الآمنت نظام كسياسي وقت كبحية نظام كسياسي وإنه كو حاكاء إنا نجري نقرات سياسية الوعي السياسي الدون كإنا دفانتان قاب كو دسان يعي ودفانتان دردانا كالنبي قاية صحابته ما استقامت لكم أئمتكم لا يزال أمر هذا الأمة مستقيما ما استقام لهم ولاتهم وهداتهم هلاك هذه الأمة من هلاك من جهة علمائها. لبك جرى مركا وحوي هذا وحين نقول كذا أن نين برلمانيا أما هبر برلمانية أو كافر أو مشرك كذا ونحوجوا السوشيال ميديا أن تنقش إن عاتري عباد كذي بنقول كذا أننا الحمد لله بان لنا وفرساد يا إنا هيسل ولي هذا محاضبت وأنا بس كده حد واقعي أمره قوي قوي ونقف فريسي رأى الله وحنا بد هجاتنا الناي بس كفريستي الحمد لله ما أنت قول بندلي وكله بس كنا نقول حوس على جهنم حواريب ويقولك صعدة يعني وحن صورة إيدين سين ألف هانتان أدون كواح كتيرة وأيضا كم مشغول بين بين الذين كده قاتش دستوركي هذا عثمان معه هذا عبد الله عثمان النسخة دي سؤال دنبيا لفيرمي اللي احنا نيصدح دي بيش ديسمبر صدون يكوغ دي ما دادا صدحات وحاكو قران دولة دن صومالي دين كيدو وإسلام إسلو قدو بكو حيقا واحدة صد أفراد وحاكو قران نيوال بوح دونو سمين كرا دين تو دونو رقادن كرا حاود حيو قدو بكا دولة دين تيدو صوماليات والإسلام يا ميت كأنو والبحر دونو آمني كرالمانا تابان كروح أود حي صدح قدو كلي دولة دين زياد بري قانون كيدت صودن بي تضباطن يسجال كل السمية مادة أفراد وحقو قرن دل كان دولة دين تيس وآل إسلام لبا قدو بكدي من وحقو قرن والبحر دونو آمني كرا قضية دا دستور كأن لغو قرد دين الدولة وإسلام معها وح إسلام نبغى لغو رادنا يه وارقان كتير وضن كستو دستور لا قره برشة ميرش هاد دكان دين أي أبضان تهاي بعلاها و دلك الدين تيسو وكريستان كان يساس أو قرن نصرانية أو قرن شيء نمح أو قرن كونفوشيوس ميت بال دين تودي دين تودي بأو قرن ده كم يشوف بدن يهين ميري بودي وبدين هذه دستور لو قري محل قرها يا وبودي وعلي وحلا ربنا وام حد ميل كستل والبود شوكتو ودستور لو ديارنا يا دستور وحلو قرها يا بلشة وبدن واحد دين كذي قتال وقري
نظام كديمقراطي جها كفر جها إبليس دجينا والغو قرية ما نجاب ندي إنه يوعي جن السياسي ومشوا لينانتيز يجرات كنا حاجة سياسة مشوا التاجين وح مشوا التاج ما كذ لا يبكسوا حكم هذا مربها دي لايدين حريقي دولة الدين تيدو وإسلام واحد مودي دستور كنو إنه كفي عين هاي دساتير تهوري هذا عاد كيسو كو قرن ياهي محاسد بركيسو ودا ديدن كلا اي وحو سماد كتب ودين كو قرن ياهي كي شريف كو قرن ياهي كي حسن بربرتو كو قرن ياهي كي فان باجو كو قرن ياهي كسعيد يا فريم بيو كو قرن ياهي كخديجو كو قرن ياهي وحوا وحلا اسكا قرتون قيمه اكتودا كلا هي وركا ان فهمتو وا مهم بو ايدين ياهي هل قضب بان ربا ان فاسي كليود وحو غراتان إبليس بافكيري وأنا شيطان فكر كفي عن قرآن كنا تلمام سوء فكره فكرة وحوك كان يأه لابد بقول سنة قدام بيسي إن دينت يدوني دلك الصوع فصل الدين عن الدولة دينت وأرنو شخص يا أنو المساعدك هلقلو مد كان يسد هلقلو مد هلقلو معبد كيسا مد هلقلو كان يسد يسي معتب كيسا نوالبا لكن نظام كسياسي يا مامولكا يا دي وحل الدلي هدي للدين هدي وحل بيلي هدي لبين شق الدين كما يلانكر وإن لك على صعود آخرية الدون وإن لك على صعود دين يا الدولة وإن لك على صعود شرعية سياسة قضب كاسو كياني وواجدا باللوب بحيي العلمانية سكولاريزم واحد يجرتين علمانيو وفكرة عقيدة قاب كاسا وحيلة الجناح سياسي أو الدنيا اللغو مامولو أو كل سنة لبطير كلية دين تا ديمقراطية دو لبطير با كل سنة أو أسل الدين كو دا أفر تيرو كلانا وثانوية دواي راعان دستور كستو أدون كمان تكتير أو الدولة دلود تشيو ديمقراطية شايقاتا لبطير با كل تاقن تاي تير كوباد وحل إلادة ويندرية السيادة السيادة سرين تيا اسكالي دساتيو تردون وحاكو قوران سرين توحا إسكالة شعبك إي عد متاليسة شعبك اسمه مامولي كاري وينو صدورتو ضد متلو وايقا مامولو وكيلك ولو يقانو نواب أما برلمان ليداد نظرية سيادة وامحي وسرين تا إي دونتانك إي ربطانك وحكا سرين كرأو سنجرين وآه إرادة الشعب مسلمين تعقيدوا وحاوية أدونك وحا أسرية مامولية وإرادة الله سبحانه وتعالى دينة ديمقراطية وحا أسرية مامولية أدونك وإرادة الشعب ما إرادة الله باتلين وصول ربي وربي أدومي سكر باتلين ميسا سيد آدم ربان باتلين إلهي ساسو إذن للربا إذن كنا سيدن كلاد الربطان لبدا إرادة أدونك كتيرت دين الإسلام وحكول سنتهاي وحان ربنا وحو ربي دوني وحان ربنا وحو الرسول كدوني دين الإسلام كل سنتها دين الديمقراطية يا قالوا وحكول سنتهاي وحان ربنا وحو الشعب كربه إرادة الشعوب أم إرادة رب الشعوب رب البرية دون الديسير ربتان كسميع شقين مسطة أونك يا أضمها شقين هل كاسين لغو كلب حوي دستور كان هذا اللي دين شيء هاي وداده أيضاً دهان اعتصام إيو جديد إيو وح الله المان يدين هذين ودولة إسلام إرادة الشعب أسر رئيسة السيادة للشعب كقرن وحلا يدين كقرن الدين الدولة دوا إسلام إيو وح شرع هذا خلافها الله طور إيو عام هذا لغسرة هوي إلمي رأي الدلان دلا هوي وان أمي قرمان دقينا جيت كاس أن دقينا مركز ويلو إلمه قلوا إسراف هذه جيت مقل كان ما هيني حنكوك بكا كلوي هذانا ويسير لبي لبي جاوي ويس لبي جيت كا قرعة محلو جوين أنت الجوس الجوين يا طبعا كيلومتر شن كيلومتر وحائدين كلا يدون كسيرة عقيدة ديمقراطية قضب كوباد وانت وحنكو قرية دساتير تانيدين دجيين برلمان كي مسلم كا بقول كيبا بقول بايدن كو قرية إرادة الشعب شعب كو وحو ربع الله سمين اللي ييلي أساقا شرعية أساقا سعوني
سبحان هذا وجب بين إن كهل هاي فساد كي في النادي سعد يمركو كهل أيق البرلمان كم إذا وحوجي هذا عباد إنسان بالله وحول حنو عباد إنا هدي حير كان لمال مريو وحواجب يقسم نقول يسنين كخنيز كا إن مشو الدجان يحق لسيو لا إلاليو لا وارديو بولس يعيدا جناء الله سميو مشو دون الجو خنيسو أن فيرين كرين إنك سأو فير الله حرو خرج كان دوله دو أي بحسو شعب كان مسلم كا عن شرط لقى قال الجو إلى علي إنك أمن يسلو قصو لا حماية إلى وحي شرعي بونقون إياه ملزمة ومضى الله مرينا إياه بقاها الجو بحينا إياه أسقى إيدين شيء جاية دين الإسلام ماشي تلا مرك وحال لازم يواجب نقوم بونك عرض لها ما قعزاد ما هي إن هذا جسدين ما نوم ملايين أيه كسر الضحايسة وإذا الدين ماشي يحكرين تزور كص سومالي وحواف خزية بقول كيا بقول الشريعة هذا الله تليه هو له الدين ترى معيول كتاب القرآن كيا حسن والله واقعي سلمه بس تجنبه اندر يا دار الله قم عمله يا لوزد شيء من ده جن يتكلا لوزد شيء أيه كي بساس كقول إيمان أنت أنا فهمت نذية السيادة سرين تيا إسكالة عروة كاسة سرين توا حا إسكالة كتابك القرآن كدستور كقرآن تدونك إياه كأنه مهلا إسال سرين ت إسلام كإسكالة مهلا إسال سرين توا حا إسكالة دستور ك إيو شعب كقرآن ميل الب دستور كني كقرآن ت محلق هو ذا أمرك أسر رأي يأريج أحق بدن إيه هذه لا إسقاط مال مريء وحويه هم دستور هو حجري يا شعبك وحدون أيه الله نوحيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة وذا دي سومالية هي دستور كسومالية محدين يجري أمرك وحاجز كله شعبك الصومالية يا أنت متلي سوء بارلمانك ميانو وضعنا قلبك وأسل الدين الديمقراطية قلبك اللبات وكيد كدرنا وحل إلى هذا الإقرار بحقوق الأفراد وضمانها بالليل هذا إن الأقلاتو أود آمنت روح كستئن حق لي هاي يواجب دولة دونا وإن الضمانات قادوا إلى لنت حقوق ضد كأفرادها حقوق ذو الحرية مدى فكرك مدى اعتقادك مدى وحي حران هيان هدو إسقاوي ولا ما هالكرو هدو حبنا استرتر ولا ما هالكرو هدو شيطان عابد ولا ما تابن كرو وحدون هدو كفكر شغل وين إلى الإقرار بحقوق الأفراد وضمانها بالو يقنا وأص رجني قال لباد وكل سنة هاي دين تا ديمقراطية كل سنة هاي دستور كنا كقرآن كي أدن عبد إلى كان حسن قرقرته كقرآن مد إن كقرآن متجر كام حق قرآن فروع لك بحدا يدين شيعية سيل بذا قلب الله إلى ليه وحيدا وحى شرط إن له حكومة نيابية ويدين قرآن وحى شرط يا إلا اعترافه علو الدستور دستور كونه سري ويقرآن وحى كله قرآن وشرط يا إن له الفصل بين السلطات سلطات وإن لك لا ساره واحدة تشريعة واحدة قرصور كي يقضها يا واحدة تنفيذ كيف فلنت مدحوينها والزر هذا إلى بولسك أنت وحلو يقان هيئة التنفيذ شرع الدجنتنا وبرلمانك قاضيهنا وهيئة القضاء صدح ذا وإني كلام ملح بنائيه والدولة دو أيضا سوف رجشن كرين برلمانك يتشريع وحو قباني قضوه يهيئة قضاها وإني سوف رجشن كرين تنفيذكو يا برلمانكو صادرت وحاشر اللازمة حيادية الدولة أمام تجاه حقوق الأفراد برلمانكم ما أنت وحل بهذه السمايان كما هل كران ملحوين ياشو حسن قرقرت كما هل كرو واحد برلمانك سمالي وصمايني فرماجة كما هل كرين محايا إلي عقيدة سداء ما فرق شنكرتد إذن ما كان مسلمين تهين خلط كسوير يا كوكاين وكهالله ها ملحوينها
markii dawladda islaam jirto khaladki soo kordho koon xilka u rayu saaran yahay inuu ka hadlo waxna uu ka qabto madaxweynaha muslimiinta u saray ilaa gabadha dhulka xaqiis abadan baasha dimuqraadiya la yiraahdaa wax walba ay baarlamaanka qasaan oo ay sameeyaan haday isqaawiyaan haday tuntaan haday gaaloobaan haday gaalana wax xukumaan madaxweynuhu jooga kama dhigi karo حد وام حي الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات سلطات وإن لك على ساره تشريع واجوني شعدة شيء لما فرق لينكره قضاها يد قرصورك لما فرق لينكره تنفيذك وح اللودي بفلوس الغما قبسنكره إنه وح خربا مويه قضبك الراعي أفراد تعدد الأحزاب وشرط الدولة الديمقراطية وين إيران لا بحزبية لا تصدح أفر لا بقر لا بحزب وين ليش هذا ما يقوي حزبية صومالية مصدح أمس والله وشروط هذه فرينا يعني هي هذه الدولة مركب محيط معنا هذا دولة ما فرق شنكر تو شعب كاسي ديمقراطية لو حكومة وحي نيم والبحدون آمنية كما هاللي كرتو الدولة دو فرمق هذا كرتو اسمه نوح نوحين كرتو شروط الديمقراطية قال لماذا ده أركان تيد أصول شو تقولن بايدين قرن أو لازم كم معمولة يا أو لازم مرن هيا مركز هذا ده مساكينه أو كوي المسلمين تقول هذين أجا بإسلام كدمية إذا مرن هيا ها بحمد الله وتوفيقه ها قال كان تي الله فرده ها بقول كيف بقول برلمان كوا مسلمين دولة دوا دولة مسلمة إن ده كالقادة فهمه داو حوجه الرئيس إن هذا آمن إن هذا حنون صنطة حنون باكو هيا وإن كرسنت ميد عافي ماذا عافي ماذا حكب الله ذا إن هذا أوقات إن هذا حنون صنطة إن الطريق إن الله بطان يدينك إن وحكب الله ذا إن هذا فهمتان وح كجر الدنيا أود أوقاتان وح الله يدين ملاجي وح الله يدين مردودي وح الله يشل لوجه قاتي وح قرط الجبل مش الله يدين دقي علومه وانا اكسني وانا مسلمين توغان كودا قبطان او اوتاليان او كتاب ربي يكون معمولا انت فجستيال يا عيال قالوا صوت تربيستين قالوا صوت تربيستين ادين تلن هيان وح اسلام او كجر نظام كن سياسي كان مجرو ولينا وحيدين توس هي مجرو ما استقامت لكم ائمتكم ما استقام لهم ولاتهم وهداتهم هلاك هذه الأمة من هلاك علمائها يعني بين لدين شيء نظام كسياسي قاون إدين هجاجين ولجين ولجين وح إدين هجاجين متشر ضد كان الشيطان ينفض ضوف صدق وين هلان أود مل التري عيدا وإلى هي الرسول تقان ورب كب قيسة وننك حن قبته وناجن ومظهر سيدا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كتاب القرآن كوكا يا ليه وحبا إذا ما يلي كرو آخر إلى لقى جار هيو وإسكا مسني يلقى صفديا وحور ربا لكن ركها اللي هو ربي الرسول رمي يجيب الدوناي بن آدم كو إن رونا يا أركا وأش اللو جل جلو وكتاب كأمر قادة اللي يلا هذا وسيد جابر ابن عبد الله وركيسي إن الله أمرنا هم أن نضرب بهذا من خالف هذا كتاب مصحف كالبحي سيف الله بحيساس وقول لك إلهي وحونا أمري كان إنا كقر عنك خلافة كان أن نضرب بهذا من خالف هذا ساس اللوب بأي قالوا تاسي فهمين دستور كذي دين دنك خلافة ما حقو دعاية كروس مسلس ميشو هذا أساق يقان نظام كودي دين كودي بيدشينيان وكبابينيان أود باستعماليان بقالة استعماليان ميديا استعماليان وحول بو آدم اللقض في سنكرة استعماليان هذا هو كروايان تانك بيكون مرنيان تانك هدو شقين وايو ستالله إذا كان شقين لولك أكولوك يقروس مثل باكو دعاي بضاع دحان تلقى سوريدو يوصم الرب كوه لهاي ميل إلا غاية دون قرنين ويفهم سنيه النظام ككون كفهم إن ذاك القاضي بين الذي شيء ولقي رزق إلى لي دينتي نبرتا ضدنا هي ضدنا كأمن دينتي نبرتا فهم أدونك واحد كشرة
باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. وحباب يهي تحريم انتساب الإنسان إن حرام تي آدم إنه نصب شيخته كأب ترصده إلى غير أبيه أحدا كأهي وتوليه إنه كجعل اقتناء حرامته إلى غير مواليه جعل كسددا كأهي أبها أبان كان مشيين كرتيد وأنا حرام إلا لضرورة وحاجة شرعية. ما أخذ التحريم كنا وإن قرصي أبها قرصني سوى عرض هذي هولك لا تيدن بماها بل وواجب مرك قاركود قل يا كوكبتي موريانا يا تاي ضت إني هبل بناي كو ما راح يكون فن هيا وأنا أذكر أبتر ست حسن وحسين آل بيت الرسول الله أذكر عرض هذي الظروف تما دوح لقها الله يما ومرك أبها وقت تكتد أديده قرصي هذا الشيء يصير نسب كيس الدورة يسوع تاوى الدين الآن درد دهرة الدين الآن هيد أدو ديدا ديدي سيد قرصة أباها يواد والد كان وادين الأول. عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه نكو أن الصفش الدعوة من ادعى من الدعوة ما من الدعوة والدعوة الانتساب ويا إلى القبائل والعشائر. من ادعى نكو أن الصفش إلى غير أبيه أبيه أحد أن كان كيدا لكو أن كاهين وهو يعلم شرده حق أنه يوجد دلان كور قيم باجرة وريرك الله سو كوري أو أبيال خلاص سو كريان أو أدير الله سو كوري أو لوجر دقي أبيال حاجة ناوروهين وهو يعلم السقوط أنه غير أبيه كو أب ترسانه سأبيه أهين فالجنة عليه حرام جنده حرام بيكتاي متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم هنعين أبياشي لا بد من العلم ومن الرغبة عن الوالد وإن ذو أكتهي أبها أني إنون أبها أهي لابو وحد وقال لي حتى أبها كالو أشيكت وإنو يهي نعتان يقرسي يدرابي دعا أبها درابي هذي دروف كالوكو هاي ستسيد نكون نقبان راه قصدو كالي وحولي سمالا بنتو مدكتو بدكينيسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم آبياشين هنعين هكسن تاقين هقور سننا فمن رغب عن أبيه فهو كفر وقالمه يعني ودم بوي متفق عليه. وعن يزيد بن الشريك بن طارق قال رأيت عليا علي بن رضي الله تعالى عنه على المنبر منبر كوفة ما قال ذي كوفة خليفة وكأها يخطب أصوه قدر الخلبين منبر كأدوشي سف سمعته يقول أصوه الآن مقلي لا والله ما يا الله أنكو نارتي لا والله محاك يعني قل يا رافضوه مركا شيعة علي بن راهي ورني رفض دبي كأساس من لكن شيعة علي مركا لورن تري يا وحي كان ور بينه أو علي كوبن بوين هيان بن بوين بينه أو من بان علي أنت ربي رسولك كشيعان باكو فلان يا وحي سوق الجليين علي علم جونية أو خاصة والنبي محمد أو قري ما دام ندرك وحقنا ويل صدق وياه وها أيوله علم أو قرصون من بركل سوء استقام بنت آخرنا يوم غربة إنه بابيون إله الغم صبدان لا والله الله نقول أرتين مايا ما عندنا من كتاب نقرأه كتاب جون النوع دمبل جون النوع سر جون النوع آخرنا مجرته والنبي نجعت إلهنا جون النوع قد مجرت إلا كتاب الله كتاب رب جدنا آخرنا وحنك آهين يوما في هذه الصحيفة وراغا وحنك آهين وراغ النبي كقرطي حديث رب الحديث كقرطي بك الله يا إمامكم ما قص حباح أحد أقر رأيين وي آيات أقر رأيين ودردار نمحن أقر رأى وهيشيس أقر رأى وراغ ذا يرتى حديث نبي أنك أقرطي إذنك بقى تقانان إيا كتابك ربي وحن كائن آخرين مجرود فنشرها ضد كورت وراغ يكباهي وفي أيضا في فريبة وطابو الأركة معاك أقر وهو علي خسيا أقر مسا حديث نبي معاك أقر فإذا فيها وراغ ذي وحابكويا الله وكلغن أسنان الإبلي جيل الدأديس جيل الزكاة اللغو بحنايو أما مكتب جيل إياه مكتب اللغو بحشو دأديسي أين يسباك قرن يو أشياء من الجراحات إيو أحكام كسابسا دخرضة تلك الجارة أشياء أيو أحكام من الجراحات موضحات لفتو هدي عدات وشنهالات هدي هوسو سعوت طبعا هدي انتا قرد وشنهي طبعا هدي شابتو ودواتو مسكح صدني الدور يعني هاشمدي منقلدي يا موضحدي يا باضعدي ايو مأمومدي احكامتي بو ياكو قران جراحات كنوع عاس الى قدو جبو الى هدي دعدو جراحات كوجيكا مدح ياكو قرا هولاك لي قده وفيها وحكيا لوراقدا كو قرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم مدينه حدود دغنا او كو حبالين هي
حرم وممنوع وحرم إليه وسير ممنوع ولا إلاليه ما بين عير قوغ لا ينتقد حيسيه إلى ثور عير ثور حكويا الآن ما كيكويا الآن عاني كي في كتب التاريخ والجغرافيا والسيرة ثور كوا قوكويا لا مكو عير نوكويا لا لكن مدينه قوغ عير ليدو كويا لكن ثور كميا لا مركي إن رواد دي أيكو خلدمين بالو بدن ياي أول ليدا هذو وحرم ما بين عير إلى أحد قوغ أحد إلى قوغ عير أنت كرد حيسا لبدا قوي إصدورتي مدينة أود حيسو إيه كلفك أنت أود حيسا وحرم وممنوع ويحرم يسنت ويكد وانت دورك كالي وين حمانت اللقاء إلى علي وين لوحد قدبين وين أدرت يد الله قرين أول لو دواني قد أحد ما يوا ثورك وقو أصنع مدينة كويا لكن ما قيم بقى لها المامة سيدنا نقطة لبدا قو أنت كده حيسوى حرم فمن أحدث نينك بدع ليمات فيها في المدينة حدثا دعو ليمات دع النبي محمد دينك الرب أمرا تكعين أو مس أو صود مسود ويا محدثا بدعوذة بدعول في النوذة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين دشي ساكو دعو لعنة إلهي ملائكة يدك كده ما أنتوا لا يقبل الله متك مدينة كحد قدبي أما حمان كدح سمي أما بدع كدح على وصي إلهي كما أقبل منه حقي سي يوم القيامة مالك آخر صرفا فرض ولا عدلا صنو صرفا صنو ولا عدلا فرض انت بوال الشيء ذمة المسلمين مسلمين تأمانك وذي مغانطوض واحدة وهل شيء وهل مدة وشيء قرأة وشيء قرأة وسكم مدة يسعى وحا أصعد وقاد كروا بها ذمة حلكي أمانك بعنكرة أدناهم كوضا أدرجة يربى بحنكرة هوانك بحنكرة يا أدوما ذي النو فمن أخفر أنك مغان دعه مسلما روح مسلما وامعي روح من أنو مغان سي قلبا مغان سي مغان تينا دعوه قال إيقا عن رافته أسوه واحد دنب الله إيمان أون جاجوس أهين أون حمانك لوذين لما أقوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله إليه كما أقبل منه حقيس يوم القيامة صرفا كما أقبلوا حوي توبوا كما أقبلوا واجب كما أقبله سنة ولا عدلا عدل ونوام حي اسفرشان الله كما أقبله فرض كان بالله وشيغا معاني بدن بالله وشيغا إنه اسفرتو انتو حوالا بحيش بلغا يلي ما هي توبات كين حلقا مصر عدو لغا دقيسان ما هي سنة يفرضن لغا أقبالي ما هي محايا إلي الدنبي قيسا وحورن بالله قاها يالو جيدا هدي على ظاهر لغو سعود وحلو حنباري كيب بنايستا وشا ايادا دنبي قاب بنايستا اما كبيرا وين او حسنات بدن بابئين ايسال لغا وضا ومن ادعى انكم النصر شت الى غير ابي عدان كاهي او انتما اما احيدو كو ابترسدا الى غير مواليه جعلك او كدشاي جعلان كاهي اما او كو دقمي جعلان كاهي مواليد وا ددك اد كو دقنتو اما اد كدلاتو وح ابال كو ليهين اما دلاشا اما دقنا من اوسن جيرين ايا موالي لو جيدو لو ما جيدو معناها ددك قار كو كفاهيا فهمايان اه نصب كاد كدلاتاي اه حي الصحابة فربنا بمواليها نبينا هو أجا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله إليه كما أقبله منه كاس زجاء كجعل تعهدا عن يقرب منه كلهين كوي قرب كلهن الضفيري وإنكري وكسيبني منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه ذمة المسلمين وحلوج أي عهدهم وأمانه وأمانتهم بلن كوذي يا أمان كوذا وحاب حنكر كوذا وغوصي وأخفر أن قضى عهده بلوجيدا ومن أخفر مسلما مسلم بلن لينك بوريا لغوضا وصرف التوبة وقيل الحيلة توبة لغما أقبله حيلا لغما أقبله توبة صرف التوبة فرض سنة والغوف سيرا دمنا والعدل ألف داء فرشؤ دي بلغما يالو الله سكي إلى مركز دنوب تاسواوي محلو شادوا محاي افتراق بنت أي ودين قليه سيدنا علي بومبون يا بومبون عن صلاهين أيكوا بابئي أنا وأحد المسلمين بنا هاي كمان ناس لا بأس أنت أصلا نبيك كهيا وأنا والله هيسان معاك لو ترى بنت سكدا يقول أحكام بدنو إذا أنفعلنا ده وكوشة حديث كصحابي وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل من مجره قف مجره ادعى النصب شيرتي لغير أبي أبي أباين كو أبتر صدي وهو يعلم أسوق أقنوسا أبيه إلا كفر وقالوا به ومن ادعى كفر أصغر كان
ومن ادعى نينكي ونصف عفوا نينكي شيكتا ما ليس له حسن لهي وحضن لهين بات قدو ديسا وتشيغانيسا فليس منا نغمترسنو اما نصب هنقضو اما هنقضو هنتي كلا يا شيء كلا وليتبوى مقعده من النار نارنا اوديار غروبو وليتبوى اوديار غروب هاد يرسلوا مقعده بوس كيسي مدخل كيسي غورغيس من النار او بوسكا اها يعني نار بقوا حيسوي وحضن لهين بات قدو دارانيسا شيغانيسا كو ابترسانيسا هذا أك وحنا بينه ومن ادعى رجلا بالكفر ومن ادعى أنك أقول يعني قتل ماما قطورة رجل روح مسلم بالكفر قال نمو أو ما سقال إذا عدو الله هبل وعدو إلهي عدو الله أو عدو الله وليس كذلك سان أو صناعين عدو دماء إسلامك ماذا أرق قال لمن روحك ماذا أرق وأز كلام ما أغطي بلاش بل قطورة إسا إلا حار عليه ويقصر نقن يسأذيك ويقصر نقن متفق عن وهذا لفظ رواية مسلم لفظ قاطع إنه شيء نبغى لفظ مسلم هو حديثه إنه صوم الرأي كون تضاب قرصدني صدح بينه قصوم الرأي حديثك أصغ من لفظ البخاري وشيخ سويلي متفق عليه سويلي بركة الله يسكى إلى عليه قد يضع مركة كفر روح مسلم كل قطوري أبين كان حديثك صوم الرأي نبغى إنه قصوا هذا الليل باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله عنه ريبت لا اسكار ريبه ولا قد ديغيو ان اد كدعدو وخي ربي يا رسول كا ريبه ان لا قد ديغو كدعيدا اد كدعايس وخي ربي رسول كا ريبه قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره هديكتونا دين ها اسك جيرين كو خلاف يا امر كر الهي سبحانه وتعالى يا رسول كا ان تصيبهم نبي قال لو جيدا نبي الى الهي كسو غدبنايه ان تصيبوا اني كدعدا ها اسك الىاليين فتنه افو اي قال لما كدعان والشرك بأدون كل عان ويخاتم هذا كهر لوضه أو يصيبهم عذاب أليم أما عذاب علوس وكل عوى حد لقوه في أما بل الدلو قال لما لقود دلو وهاليس نينك مركة خلافة أمرك الرسول كي الدين كيسا وحواليس وياهي أدون كإن لقود دلو أو لقو عقابه أو سيف تطابطه آخرنا أي نار وقواحده أو في النوبة قال لما وكل انتو ولقى مركة أمرك الرسول كهفوضة يسنيه وقال تعالى إلى وحوري ويحذركم الله نفسه إلى وحيدين كدقا يا نفتيس ورسكك إلى لي ورسكك يجرى الضومو جوغا كل يحظى حماها هبلو اسكك إلى لي بالله الروح معلو جدا عقابت إي عذابك إلى اسكك روي وينو سهينا بالله ذا نفتض ومجد عقابت إذي عباكو هيسو ويحذركم الله وحاك لو كجر إلهي النفل وإطلاقي كره قرآن كانت المامي أحد وأنا مذهب السلف الصالح ولا اعتبار للمخالفين في هذا الباب ويحذركم الله الى وحيد كدق يا نفسه اي من عذاب نفسه اما نفسه اسك كيتيرو ربي دين ليه وحبها مركزي وحبها قدري وقال تعالى ان بطش ربك لشديد ربك قبشدي سوء قبط ظالمين واذقت وادرنت هاي وقال تعالى وكذلك اخذ ربك بابك كنت نطبع ان ايات كسوه مري ايات ظهرنا ابواب كهرسوه قدم بسوه كسوه النقطي ايات سوره النور بنو جيده مدن سورة هود نباب كنت الكافرية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ربك قبشدي سيدا أدركته وهي مرخو قبطوه هلاغو تلوينك يضغلك قال أي حد قد بي إن أخذه أليم شديد رب قبشدي ويحانون كل شيء وين الضرنت هاي وعن ابن رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار إلهي وافع اللوضة إلهي سبحانه وتعالى وافع اللوضة أما مصيرا واهنا سا نول ميل بو قدفت غيرده وحال ني سومالو يقانا وا مخاي ربي وا كعرودا با لو جيدا الهي وا كعرودا وغيره حمانته ان لا سميه ان حمانته لا سميه ربي لا خلافه ذنب لو دحو دينكيس لو تو رب وا كعرودا وغيره الله الهي فعل الذي سنه وحا وي ان ياتي المرء روح ان لا يماد او كو دحو ما حرم الله عليه وحو ربي كحرمي آدم وحياه بكلا كهنا سان أما كم صيران أما كفع الدنيا كصف لكن إله سبحانه وتعالى أضونك ربي وأبو ري أو نعمي أو حلب أو تري إنه حماني حاران كوا قد أنتم ربي سبحانه وتعالى كفع الله كعروضة متفق عليه مرك الله سكي إلى اليوي إلهي الله جح الشوضو بالله جوده باب ما يقوله ويفعله من ارتكب من هي عنه وحباب يهي وحو أران لها أما الصمين لها أحد كدم بكرعه وحلا جار ربي قفك وحلا جرب يقفك دردرة كل عيد الله عشاء
وحل قربي. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ هدوك تخاليه أما أكو الريح شيطانك حقي سريحية تخاليه فاستعذ بالله. نزغ هنا إيه نزغ الشيطان إيه ينزغنك وحلوج هدوك عليه عرضه وحكوا حمباريسا قبل نمدي الدلقات كي عفقي إعراض كينات كلي حطه وروح كأرقوزته أما وحق الله فسن لقابشه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ شيطانك حقي سادوك قيمة دخالين يا عراب وكو عرابين أيو إن أذن ضلقا أذن عافنين أذن صبرين وكو قيمة فاستعذ بالله. إلهي كم أنقل الشيطان ورغم كذي وناقص النبي الله هكتاجين خذ العفو وأمر بالعرف هكتاجين وعد عن الجاهلين. وقال تعالى وحكم رب غير إن الذين اتقوا كوالي رسول كوالا كعب سدا إذا مسهم طائف من الشيطان هدو تابتو شيطان وحكي يمد أو دولي طائف كوا عرو وادو القاديري ودنبي وغفل وحيا بها هذا لست أتهي ويهديك ويما دا إن ربها المانتو وذي التوصين أتكبر له دينك أتبال مرتو إن الذين اتقوا أيضا حينوت المامسة آدم هو بشر وقفيا لكن هو الله كعب صدو حلوية قانا حقوه هذا إل دوفان دربين يسون نغدان هذا يكفان إنا يكعان هذا يدن بابا إنا يتوبات كينان هذا يعروضان إنا يدل قاتا. إن الذين اتقوا إذا مصى مضو تابتو طائف من الشيطان هول الشيطان أي تابتو وحد قذب عراء دل قادرية غفلاء أما الدنبع تذكروا إلهي بحسوستان وعز قبطانوي وحبي صور ربطان فإذا هم مركي الله حسوستان عقابتي سي عليه حسوستان بيدن بي كي استاغيان تذكروا الله حسوستان ايان فإذا هم مبصرون كدمنا إن الله كالقاديو حق بي أركيان حق هران عرضا دافن لها أما شيطان ريحدي سي دافن لها أما مصر الشيطان دافن لها مصر طائف سرع قليا كفة سري شيطان سوحنتي وحلو جدوا معي شيطان وحو كل قلوي وحقق قرى مريون بالغا ودا اما غفل هن نقطه اما صوحن هن نقطه اما كبر هن نقطه يعجبي اما ذنب هن نقطه تذكروا الله يحسوستان عقابتي سي حسوستان الله يكعبصدان فاذا هم مبصرون ربه ضبط اهاب اركا يندها سارايا. الامام ابن عساكي في التاريخ حكو شيغا ايضا مركم مريه وداد وترجميستي ورقي صالح انت كاميدا بكو دح شيغي قصه ظريفه جدا بكو شيغي نين دال يرو حاجر عابد او زايد الهي اد وعابد او اد لو جعلا مسايدكم مركا لازم جري واغي دنباها ويني دالين يرو ايدو مسايد كو خنيد با نينكي جعلاتاي سنكاي سنكا وسارتاي سي او ود مسايد كي كسارتاي اني زيني وحمان كوريدو باي كو تلا غشاي اينا شيدان با دوفسداي مالك دم زاد كبحاي وراعي سي حمان لو سو سميهو انتم ماشي لا غارين يو الهي حسوستي ايات با قلوب كسو تري ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون مركز استاغي ايات مركو دمهي بو سو خو دحاي ابسد الهي انت قبطي او وخي كتنبطي بو سريبا عبر مكل الرشيني او ميرسدي بو هدنا ايات كعلي الى اخره ويبكها دون نفضحي كو قال سوق هذا قلب كي والد قي والد هبين نما الله حبالي سيدنا عمر خلاف ذي السبا يا هيد سيدنا عمر بواق مركو بري الله شيء ويمد أسي رجل سعودي وضيق بيقول تعسيين ويل كأو حاجات كو حباشن حبال هبلان حلا كو حبال لكالي يجي سجى سحابر ورلا سعودي باب بحي ويكتو كدين سلام الله بعد بكتو كدين سيدنا عمر سير رواية أنت الماميس مركو سادي دمي سيدنا عمر وحيري ويلكب الله الله هبلو ميالا مقلب ولمن خاف مقام ربه جنتان هوشوا اللغة الشيكي نكو سوء سوء إلالي سوء سوحي آياد سيء قبطي وحي قبضو كنت خالي سيكو ودي كل ريحي سي مركو حيو الله بجنة الله هو بشاري ولمن خاف مقام ربه جنتان قبر يقول لي سيء ويلك خدواقي وقال يا عمر إني وجدت عند ربي الجنة مرتين حتى سيقدم به إلهي وأبا المريي لبتش نون إسيي لبقرن ويدا مدافي القاس يكون حرانت آيات مركا آيات علوس ويي رقم كان إنك إسكوا يا هذا مسلم معها
مسلم هو خلدما وابن آدم وبشر وسن بالرحم وصر مساكتين لكن مسلم إنه إسقبتال لغوية قانا إنه دب أقر وقصد حمان تيسيو إسا سحال لغوية قانا. وقال تعالى ربنا وحوري والذين إذا فعلوا فاحشة كوها ضيح من سميان أو ظل زني وحي لها المال أو ظلموا أنفسهم نفسه أي ظلميان ذكروا الله إليه حصوصته أي أمانا وربنا جعليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إله حسوسته فاستغفروا لذنوب إله عقاب سو حسوسته وإله وينك سو حسوسته وإله عدمه سي قرتان فاستغفروا لذنوبهم ذنوب تذبه رب الدم داف ويديستان ومن يغفر الذنوب إلا الله دنبيا دافو الله كأهي. ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما كي الأمانة يكون رب جعليه كواسوي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله رقم كاس اللوية قالنا ما حد خلدن لما يلا هذا ما حد كسر ما حد قدم بيبا روح على هذا ما حد قدم بي خلد كي ما حد كحل زي ما حد كتر ترتي ما كطوبت كينتي. ولم يسروا أنكو دقة أضيعين على ما فعلوا وحي سميين وهم يعلمون أيه الله إنه طوبت داف طوبت أقبل قدم بقدر دافه وهم يعلمون أيه قرن يحمانتنا ولا يلا هذا أولئك جزاؤهم قوة أبا الكود وحوي مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هذا نوع نصوم مري إلهي قوة سحقوا أبا المريا سيدا إيلا هذا حمان سميا أما نفسه الظلم ربي حصوصة دم بيودان دم داف ربي كوي ديجتا حقوا أبا المريا مغفرة دم بداف إيا جنو جنوهم أي بيو وبيا الهوسي الدريريا ولبا أي كواريان ونعم أجر العاملين كوا إلهي عابدا أبا المرين تظن أبا الكاسو ونكسن بالله. وقال تعالى وطوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون مؤمن دمانت إلى أطوبت كانوا الله أن غدا لعلكم تفلحون واللبان إسانه وإن صوم الرأي توبض إن واجب تاي فرض عين تاي من كل ذنب صغير وكبير ذنب وين يذنب يرب إن لقد طوبت كانوا واجب وفرض عين على الفور ولبس الدقدقة مسألة أه إن ذنوب تيرك الغدا فو ذنوب أعماش الصالحة وقوني لكن حق التوبة ذنبك استوى الله تمادن هذا كتوبتك أنت وواجب لكن من فضل الله ونعمته ورحمته على عباده وحكمته إن صغائرت الغدا فو أعماش حسنة أه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف انكدارته وفقال في حلفه حلفه كيدا دارتيس بالله والعزى بول من 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 حلف انك دارته فقال في حلفه دارتي سكوي دا بالله بان كدارتي والله تو سنه عابد الجرير يا العزى صدح سنه وين لاتي عزي ما تلودن جري وحرم كدح يا لي ودرن ما من الضائف ويا لي من ريد ريد ثقيف ريد اسبوع قال من قريش بقى يا لي قاب لو شيغ سي دوران نقطي صدح سنه ما واوين بي كدارن جيرين دقن نو في الجاهليه نبي مركو خوي ما دام وعبرت واباس كاي عرب قال وحي لواتن سنه صدون سنه كنت سنه سو ودي ان لغا غودربو ادغتاي من حلف فقال في حلفه اذا بالله والعزى فليقل هي داهدو لا اله الا الله توحيد كدبغي نينك عرب كيس او مرو ودا اي مرتو او سيدي غالده او دارتا هاو اسلام وسيدي المسلمين تهتو حسون النبي عليه الصلاه والسلام لأنه حد وافق في الصورة موقلك وحد كوافق لي إن أتصيد قال له أدارت محلق الربا إن أتصيد مسلمين تو إسلام تو تراده لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه نينك قفك لكويدا لما صاحبك قد تعالى كالي أقامرك أنكلا خماري كالا خمارنا شرن تنقل أن خمارتن فليتصدق حلبه متفق عليه في رواية لمسلم فليتصدق بشيء وحونها بحيو تنوام حي جاهليدو waxay lahayn markay maysirka ciyaaraan qamaarka ciyaaraan ninka reeya wuxuu helo in badan oo kamid uu sadaqaysan jiray masaakiintu siin jiray masaakiinta danyarta agoonta haweenka aramisha dadkaas uu siin jiray maysir sa loo yiri nabiga kaleey samuxuu sameeyay iska daanin ciyaare inaad ciyaartaan joojiyeba hadaa waa saaxiibka ugu dhaan khamaar aad tiraado waa dambi kabiir maal kabaayir kafarisna waa maxay إن هذا وحلب بحضه وحصدق يستوي نبي وحول إلى لنا يا نسق قرآنك إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس وحال اسكو حجيه ميسر كيو شركي نبغى هذا محسكو حجيه ميسر شركي بسكو حجيه نينك دارتي لا بالله والعزة يا قمار بو نبي واستبا دغاي ميد ولبن حلكي سبو شيغاي شركي وحال غا ربا نينك عربك سو كدوري رسودو من غير قصد نسون وقصد سبق اللسان انه لا اله الا الله نينك كاس اوغو دارتي او قصدنا وبا كافر بلال باجماع المسلمين هذا قربان كسو الله نينك روح دنب اوغو ييرا ييدو دوغو ييرا وا كبير ميل كباير سمينتو قودغان وا كبير ولا بد دنب بي كليي ييدو اوغو يدان صدقه لا غا ربا دنبو سمينسنا كبس يدرن كورن مرك علوم وحيده هذين هلكم وحا لا فهمايا نينك معصيه سميه يدنب لي ما ده وحا سنة بل واجبه هدو اودي كر ودا ورنيه انه وح صدقه يست مخا يلي خمار كي بهدي لي وان وح لا صدقه يست امرنا وكسوف لي دنبي سمينتي كورن وينا كدحديس باقي دي اسكو يري دي بابا هلكا لا يستاغي ودا وحي دهن فلي تصدق امرك وامر ندب واستحباب رقيتنا وامر وجوب بيليه وهو الراجح والله سبحانه وتعالى اعلم.